الحضور. ربما إقحامي في هذا الموضوع عنده نوع من الخصوصية، لأنه ما راحش نتناول الموضوع من ناحية عقد الاعتماد الإيجاري مثل ما درسوه زملائنا، ولكن راح نتناول خصوصية أو جزئية. لبيت الدعوة تاع السيد رئيس اللجنة العلمية، هو اللي طلب مني باش نتدخل في هذا الموضوع متعلقة بالتدخل الجزائي في عقد الاعتماد الإيجاري. فأخويا سكت لبيت الورابة وجيت. فلكن عندما غصت في هذا الموضوع، غصت في هذه الناحية، لقيت حقيقة أن الحماية الجزائية لمثل هذا العقد وعقود الأعمال يعني راهي في حالة متدهورة جدا وفق ما هو موجود في قانون العقوبات الجزائري. من ناحية تداولها في القضاء مش موجودة في قضاء المحكمة العليا، ولا شفت قرار يتكلم، مازال يبحث إلا يفصل إلا في مسائل تاع خيانة الأمانة البسيطة والنصب البسيط، هذا كرالو السيارة، هذا مرجلو السيارة، هذا. أما في عقود الأعمال ما كانش. حتى في القضاء الفرنسي ما وجدناه هناك هو تذبذب كبير وتناقض كبير في الأحكام التي تصدر، خاصة في مجال خيانة الأمانة المرتبطة بعقد الاعتماد الإيجاري وعقود الأعمال بشكلها العام. لهذا يثير إشكال كبير فيما يسمى بمسايرة تطور القوانين العقابية مع تطور القوانين أو العقود الناشئة في مجال الأعمال. عندما نروح لعقد خيانة الأمانة، هو نص المادة 376 تكلم على حماية بعض العقود. المبدأ أن العقود بشكل عام تقوم عليها المسؤولية المدنية أو المسؤولية العقدية، لكن هناك من العقود اللي عندها خصوصية معينة لا تمس فيها فقط حق أحد أطراف العقد المتعلقة بالعقد، وإنما تمس حقوق مضمونة ومصونة دستوريًا. وفي والمقصود هناك حق الملكية أو ما يسمى بحق الثقة في المعاملات خاصة التجارية منها. فرأى المشرع أنه لا تكفي قيام المسؤولية العقدية، وإنما يستوجب عندما تمس مثل هذه الحقوق أن تثار ما يسمى بالمسؤولية الجزائية. فعندما تناولتها طرحت سؤال: هل عقد الاعتماد الإيجاري فيه من الشروط الكافية لتجيز انطباق النص التجريمي تاع خيانة الأمانة على خرق أحكام هذا العقد، أو على الأقل عندما يكون هناك اعتداء على الثقة التي خلاها ما يسمى بـ أو التي وضعها المؤجر في المستأجر التمويلي فيما يخص الأصل المؤجر؟ فقسمت الموضوع هذا إلى جزئين. جزء تناولت فيه ما يسمى بإمكانية تطبيق الشرط المسبق لقيام خيانة الأمانة في عقد الاعتماد الإيجاري، وربما دارسي قانون العقوبات يعرفون أن هذا الجريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا بوجود شرط يسمى تسليم الشيء تسليما ينقل الحيازة الناقصة للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة. لاحظوا وش فيه هذا الشرط. فيه شرط الشيء اللي لازم يكون، ما هو الشيء اللي لازم يكون موضوع خيانة الأمانة. شرط التسليم، متى يكون نسميه تسليما ينقل الحيازة الناقصة ولا ينقل الحيازة الكاملة وبالتالي ما تقومش خيانة الأمانة. ثم في الأخير شرط العقد. فعندما طبقت مسألة ما يسمى بفكرة الشرط، قلت شرط الشيء موضوع خيانة الأمانة توفر فيه أربع شروط، مثلها مثل السرقة، مثل النصب، يتوافق كامل في هذه الشروط الأربعة: أن يكون مال في مفهوم القانون، وأن يكون شيء مادي، وأن يكون منقول، وأن يكون مملوكا للغير. هذه الشروط الأربعة بالنسبة للجرائم التقليدية للسرقة والنصب وخيانة الأمانة لا يمكن أن نتخلى عنها. فإذا
فات شرط منها ما تقومش هذا الجرائم. رغم أن التجديد الآن في القضاء الجزائي ربما بدأ يتحلل من هذا نوعا ما من التقعقع ما يسمى من التقيد بما يسمى بالمفهوم التقليدي لهذا الشيء، خاصة فيما يسمى بالشيء المال، الشيء لابد أن يكون ماديا. لكل بساطة هذه الشروط اشترطت لسبب بسيط، أن خيانة الأمانة اعتداء على حق الملكية، وحق الملكية هو من الحقوق العينية، والحقوق العينية لا ترد إلا على الأشياء المادية، وبالتالي فحماية هذا الحق يقتضي أن تتوفر في هذا الشيء شروط معينة. ولكن الشروط المهمة اللي نروح لها في هذا الشيء أن خيانة الأمانة لا تقوم إلا في منقول. وعندما نظرت لقانون 96/09 المتعلق بعقد الاعتماد الإيجاري الذي يمكن أن يكون في الأصول المنقولة وفي الأصول الغير المنقولة، فالمبدأ أن العقار لا يمكن أن يكون محل جريمة خيانة الأمانة، إلا أن مفهوم المنقول في قانون العقوبات لابد أن يؤخذ بما يسمى بالمفهوم الواسع اللي يشمل حتى ما يسمى بالعقار بالتخصيص تعرفوه في القانون المدني، أو حتى الأشياء التي يمكن انتزاعها من العقار لتصبح منقولة، وبالتالي ما يبقى إلا ما هو ثابت لا يمكن نقله من مكان إلى آخر. بالنسبة لفكرة العقد موضوع خيانة الأمانة، لابد أن نعرف أن المادة 376، ونحيل دائما نزيد نتكلم على المادة 372 لهم المتعلقة بالنصب، لهم جرائم يرتبطوا بزاف بالأعمال. لابد أن نعرف أنه من نهار وضعها المشرع الفرنسي في 1810 ونقلت عندنا حتى في 66 لم تعدل لليوم في القانون الجزائري. لاحظوا لم تعدل لليوم، عندما تروح للمادة 376 ما درجاش بين قوسين قدامها معدلة بكذا وكذا. فخيانة الأمانة حصرت عقود الأمانة لتكون موضوحة. عندما نقول حصرت عقود الأمانة لابد للقاضي أن يستظهر طبيعة العقد في حكمه. إذا ما كانش من العقود الموجودة في نص المادة 376 ما يطبقوش. هنا طرحت سؤال، هل عندما تحضر للقاضي الجزائري عقد الإيجار الاتجاري كموضوع لخيانة الأمانة يحكم مباشرة ويدخله في مرأة، أم يقول أنا نتمسك بمبدأ التفسير الضيق للنص الجزائي، العقد هذا ما كانش دونك سي با لا بين، ما ندخلوش أنا، هو عقد إيجار ولكن ما سماهش المشرع. فيطرح إشكال في المادة 376 تاع هذا العقد. إذا رحنا للقضاء لفصلوا في هذه المسألة، على كل حال في فرنسا محكمة النقض الفرنسية منذ سنة 1979 في قرار شهير في فيفري 79 قررت عندما ثار الإشكال هذا أنه ما دام عندنا في حكم في المادة 76 ما يسمى بالإيجارة، وعقد الاعتماد الإيجاري أصله إيجاري، فهو بد أن نطبق عليه هذا النص تاع خيانة الأمانة وندخله فيما يسمى بالإيجارة. لكن الإشكال اللي يثيره أنه عنده هو عقد معقد، يبدأ بالإيجار ينتهي بالبيع إذا ما قبل الشراء المستأجر التمويلي، في القانون نلقى الأسماء تاعه قرض، فهنا إشكال لأن القرض ما يكونش موضوع لحيازة ناقصة، وبالتالي ما يكونش موضوع لخيانة الأمانة. فإذا ما طرحت مثل هذه الإشكالات أمام القاضي الجزائري، لا أدري كيف يعني يحكم، أسكي يفسر تفسير ضيق أو يفسر تفسير واسع ويدخل هذا النص. ولكن في القانون الفرنسي الإشكال هذا نحاه بكل بساطة في سنة 92 بمجرد أن ألغوا ما يسمى بعقود الأمانة، واشترطوا فقط وأصبح يشترط فقط ما يسمى بالالتزام برد الشيء. أي عقد يتضمن التزام برد الشيء يدخل في خيانة الأمانة، ما ضربتوش بعقود معينة. وإحنا عقود الأعمال بكا بزاف، عقود التسيير هي عقد أمانة، عقد الإيجار التجاري هو أمانة، وبالتالي فهنا النص تاع 376 يستوجب تعديله من القانون من طرف المشرع الجزائري، لأنه بشكل هذا يضيق من نطاق تطبيق، والقاضي عنده ما يسمى بالصلاحية باش ينطق بعدم تطبيق نص المادة استنادا إلى ما يسمى بمبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي. خلاص، شكراً.